نروح بقى لمفاجآت مستر كروش. مستر كروش النهارده أعلن قائمته وأعلن مفاجآت مدوية، مفاجآت موجعة. أول حاجة خد 8 من النادي الأهلي وده أمر متوقع، لكن ماذا لو لم يتم حل موضوع تضارب المواعين؟ يبقى دول مش هيلعبوا الثمانية دول، بجانب الثلاثة اللي هيبقوا في منتخباتهم اللي هم مين؟ إليو ديانج، بدري بانون، وعلي معلول. دول هيبقوا مع منتخبات بلادهم، مع منتخب مالي، مع منتخب المغرب، مع منتخب تونس. وثمانية من النادي الأهلي أدى 11 اللي هي التشكيلة الأساسية. يعني كده محمد الشناوي، محمد مجدي قفشة، محمد هاني، أكرم توفيق، أيمن أشرف، حمدي فتحي، محمد شريف، عمرو السولية. النهارده بعد قائمة بتضم 40 لاعب، بحيث إن هو هيعلي هيصفيهم بعد كده اللي أظن على 28، ويقول هيختار مين. من المفاجآت في هذه القائمة هي عدم اختيار لاعب خط الوسط المدافع في نادي الزمالك طارق حامد. كل الدنيا قايمة على طارق حامد إنه ما انضمش. طب وطارق حامد لم ينضم في كأس العرب، ولم ينضم بعد مباراتي ليبيا، والراجل له ملاحظات فنيه عليه، قال لك بيرتكب فاولات في المنطق في الثلث الاخير مما يشكل خطوره على مرمى منتخب مصر، خاصه وان لاعبي منتخب مصر في الكرات الثابته على مدار سنوات غير مميزين. ومعلومه ثانيه قال لك ابدم تعاضده في مباراه ليبيا هناك انه ما شاركش في المباراه، فده السبب. طيب هنيجي نقول هو خد مين بدال؟ خد ناس كفاءات مميزه، خد حمدي فتحي واشغل هذا المركز باقتدار، خد عمرو السوليه نجم بطوله كاس العرب مع حمدي فتحي واكرم توفيق وفتوح والونش، عملوا بطوله رائعه، خد محمد النني، خد مهند لاشين اللي صاعد الواعد اللي كان الزمالك بيتفاوض معاه في الانتقالات الصيفيه ولم يحصل على خدماته، والنادي الاهلي دلوقتي بيرمي شباكه حواليه للحصول على خدماته والتواجد مع النادي الاهلي في حال رحيل اليو ديانج. ويعني فده موضوع طارق حامد. طيب لما تيجي تقول لي، اقول لك طب ليه ما خدش حسين الشحات؟ ما حسين الشحات في رايي انا الشخصي افضل من احمد رفعت وافضل من مصطفى فتحي، ومش عاوز اروح معاك انه افضل من رمضان صبحي اللي تراجع مستواه وغاب تاثيره مع بيراميدز هذا الموسم. ماشي، فالناس يعني ضغط على مستر كروش طارق حامد. طارق حامد نجم كبير وله كل الاحترام وكل التقدير، لكن الدنيا ما تهدتش عشان طارق حامد ما راحش. طيب اللهم صل على محمد. بالنسبه لحسين فيصل، ناس ما يقول لك كان معايا وبيلعب اساسي وخرج، ليه بقى خرج؟ ناس ما بتفكرش، لانك بقى عندك في الاطراف، عندك تريزيجيه اللي بيلعب اساسي، عندك عمر مرموش اللي لعب اساسي قدام ليبيا وكان اكتشاف كبير جدا، عندك رمضان صبحي، ماشي، عندك محمد صلاح، عندك احمد سيد زيزو، عندك احمد رفعت واخده من ضمن الناس، ماشي الحال. فانت بتيجي تقول اشمعنى حسين الشحات لو هتتكلم وافضل من احمد رفعت وافضل من مصطفى فتحي، يعني واخد سبعه، مش معقول ياخد السبعه ياخد منهم خمسه، ماشي. فاحمد رفعت ومصطفى فتحي اقل من حسين الشحات، اقل من. طب المدرب اختار كده، تعظيم سلام له، ربنا يوفقه ويوفق الجميع الذين تم اختيارهم، ونحن ندعم المنتخب بكل لاعبيه، ومش حابب ابدا ان بعض المتخلفين بيثيروا نعرات الاهلي والزمالك. ما ينفعش تصير مثل هذه النعرات في منتخب مصر. طيب هو خد مين بقى عشان نعرف؟ خد معاه في حراسه المرمى واخد خمسه، هيصفهم على ثلاثه، محمد الشناوي، محمد صبحي، محمود جاد، دول اللي كانوا معاه فين؟ في كاس العرب. واخد كابتن محمد ابو جبل وكابتن محمد فوزي من الاسماعيلي. في خط الدفاع واخد ايمن اشرف وفتوح وعمر كمال، محمود حمد الونش، احمد حجازي، محمد هاني، اكرم توفيق، احمد ياسين، محمد فتح الله مدافع غزل المحل، ومحمد عبد المنعم مدافع فيوتشر اللي لعب ماتش قطر وكانه دولي بقاله سنين، واخد عمر كمال عبد الواحد، واخد مروان داوود اللي لعب ربع ساعه واثبت ذاته وسجل وجاي من نادي الشمس الانبي للمنتخب. فالراجل ما بيختارش بناء على مجاملات، بيختار بناء على كفاءات. واخد احمد رمضان بكر في الباك رايت متالق مع سموح، لان الباك رايت انت ما هو احمد فتحي مش هيتن المنصب ده باسمه لحد ما يعتزل. ف واخد محمود علاء مدافع الزمالك، واخد محمد حمدي باك ليفت بيراميدز، ده فيما يخص الشق الدفاع. وسط الملعب واخد السوليه والنني ونبيل عماد دونجا وحمدي فتحي ومهند لاشين، ماشي الحال، وما خدش طارق حامد. طيب واخد بقى في الاجنحه مصطفى فتحي
محمد صلاح، عمر مرموش، احمد سيد زيزو، رمضان صبحي، احمد رفعت، تريزيجيه، وما خدش حسين الشحات، واخد ابراهيم عادل، واخد امام عاشور، واخد عبد الله السعيد، واخد قفشه، واخد احمد كوك، احمد حسن كوكا كمهاجم، مع مروان حمدي، محمد شريف، مصطفى محمد، احمد ياسر ريان. كل ده هيصفصف في الاخر على القائمه اللي هتشارك في البطوله ان اقيمت البطوله. لكن يجب تحيه مستر كروش انه راح شارك في كاس العرب. كان عندك مدير فني قبل كده، لو كان لعب اربع خمس مباريات وديه وفزنا في ثلاثه ولا حاجه، كان بدل ما هو ترتيبنا بقى السادس بقى، كان ترتيبنا بقى الخامس، بقى الرابع، كنت دخلت تصنيف اول. وكنت بدل ما انت النهارده مرعوب انك تواجه المغرب ولا الجزائر ولا تونس ولا السنغال ولا نيجيريا، كنت انت بقيت تصنيف اول وواجهت بقى اللي ربنا يرزقك بيه. مش معنى الخمسه دول تصنيف اول معناه ان هم تاهلوا. الكره في الملعب، والكره حتى اللحظات الاخيره من عمر المباراه. لكن عاوز اقول كلمه حق في ظل الهجوم الرهيب على كارلوس كروش. انت كانك جايب مدرب ما عندوش فكره، كانك جايب مدرب من على القهوه، مش مدرب وصل كاس العالم خمس دورات، مش مدرب مرة منتخب البرتغال دورتين ومرة أعظم لاعب في العالم لعدة سنوات كريستيانو رونالدو، مش مدرب اشتغل في مانشستر يونايتد. يعني الكلام اللي احنا بنسمعه ده، يعني الهجوم الشديد على كارلوس كروش كأنك جايب مدرب من على القهوة. ليه بقى الناس بتهاجمه؟ عشان حبة ملوش، يعني مدرب المنتخب ملوش ظهر، ملوش ظهير جماهير، وكل واحد بيحسبها من منطلق اللاعب ده كان عندي، اللاعب ده ما اتاخدش، اللاعب ده مش عارف ايه، اللاعب ده ما جاش، اللاعب ده ما راحش، وهكذا. فدي اختيارات مستر كروش، لسه الاختيارات النهائيه اللي هنشوفها. انا شايف ان طارق حامد يستحق التواجد في المنتخب، لكن هيتواجد على حساب مين؟ السوليه ولا حمدي فتحي ولا محمد النني ولا مهند لاشين ولا نبيل عماد دونجا؟ دول الخمسة الموجودين. كان ممكن ياخده ويمشيه، إذا هو له ملاحظات عليه. شايفه ما ينفعش. شايفه ما ينفعش فما خدوش. قبل كده استبعد قفشة وشريف ورجع ضمهم وحطهم في القائمة الرئيسية. وحطهم في القائمة الرئيسية، رغم عدم توفيق محمد شريف في البطولة. لكن هتشوفه في كأس السوبر وهتشوفه في المباراتين اللي في الدوري، ومحدش عارف الدنيا فيها إيه، ففي الآخر أنت عندك خط نص حديدي. عمرو السولية وحمدي فتحي. حديدي، وده ظهر في البطولة. مهند لاشين ده بتاع طلائع الجيش لعب واثبت وجوده. هو انت مش هتستنك مربوط على القديم. مش معنى كده ان انا بقول ما ياخدش طارق حامد، معنى كده ان انا بقول ان الراجل نمشي بدماغه، نحترم رؤيته. طب مين كان يقول ان محمد عبد المنعم يلعب اساس منتخب مصر؟ ما لعبش اساس النادي الاهلي. رؤيه مدرب لمدرب. موسيماني قال لك لا يعار. السنه اللي فاتت طلع سموحه وزياد طلع فيوتشر، شافوا خدوا من فيوتش. مروان داوود كان في الشمس، راح انبي خده ولعب وسجل. عمر كمان لعب واحد لانه ما عندوش باك رايت، خده لعبه باك رايت. ودلوقتي واخد احمد بيكم، واخد عمر كمان عبد الواحد، واخد محمد هاني، واخد اكرم توفيق، لعله يخرج باثنين، او عاوز بديل لاكرم توفيق بس. فانا لما باجي اكلمك بكلمك بضمير حي، لا بعرف اميز عليك ولا اقول لك كلام يعني ايه حلو ومعسول انا مش مقتنع بيه. انا بقول قناعاتي، قد أصيب وقد أخطئ، قد أصيب وقد أخطئ. لا أحد يحتكر الحقيقة ولا أحد يحتكر الصواب، كلنا بنقول آراء. ممكن أبقى يعني موفق في رأيي وممكن ما أبقاش موفق، لكن على الأقل بنيه على عدم غرض وعدم هوى، ويهمني مصلحة منتخب مصر، مش يهمني المصالح أي لعيب أو ما إلى ذلك، أو إن أنا أعمل هجوم على المدير الفني لمنتخب مصر عشان اوقعه، عشان ما خدش اللعيب ده للنادي ده، او ما خدش اللعيب ده للنادي ده، او ما اشركش ده، او ما لعبش ده. لا، ده ما ينفعش. يجب ان يتحلى خبراء الفضائيات او خبراء المقاهي او بتوع فتاوى القهاوي بالامانه المهنيه، بالامانه المهنيه. مش كل لعيب انت شايفه كويس هو شايفه كويس، لكن يهمنا النتيجه. النتيجه ايه؟ صعد بيك، كنت انت متاخد مهدد، عمل ماتش روعه على ليبيا في ليبيا في البطولة. كان الناس بيطالبوا قبل بداية البطولة انك تروح بمنتخب الشباب ونكمل الدوري، وقال لك بطولة مش مهم. لما البطولة بقت حلوة ومهمة والحضور الجماهيري والنقل التلفزيوني والاستوديوهات التحليل، الناس طمعت في البطولة، وكان حظنا بقى اللي حصل. والله نستحق البطولة، لو في شوية تركيز كنا نستحق البطولة.
بس هتعمل ايه بقى؟ انت تريد وانا اريد، وسبحانه يفعل ما يريد.